العربية الأصيلة بتحديات الأصالة والتراث. هنا ينطلق شوطنا الحادي عشر والذي حمل تحديات الإبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه الأشواط. مشاهدين الأعزاء نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتابع من على المقدمة. الشاهنية تأتي بالمركز الأول من هجن الرياسة ويقدمها في عملية التضمير المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. أما المركز الثاني تأتي الشاهنية وتتقدم من هجن الرياسة ليقدمها في التضمير والتدريب محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وثالثا وصلت أيضا وتقدمت الشاهنية ليتقدم أيضا شعار هجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أما رابع المراكز سؤال الشاهنية من هجن الرياسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري. وخامسا الشاهنية من هجن الرياسة يقدمها أيضا محمد بن عتيق بالزيتون المهيري على المركز الخامس. بينما المركز السادس نتأخر لنتابع المركز السادس في هذه اللحظات الجميلة. من على المركز السادس ينطلق وتنطلق الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا الشاهنية. والوصول كذلك على المركز السابع من انطلاقة نبراسة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. وثامن المراكز هملولة من هجن الرياسة وجبارة من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي. والمركز العاشر هنا تأتينا هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى المركز الأول إلى الصدارة والمقدمة إلى تحديات المركز الأول. من على صدارة هذا الشوط؟ من على مقدمة هذا التحدي؟ هناك مع المركز الأول الشاهنية تتقدم في هذه اللحظات الجميلة. ويأتي أيضا هنا من يقدمها شعار هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتابع هنا هذه اللحظات الجميلة. بينما المركز الثاني الشاهنية من هجن الرياسة يقدمها في عملية التضمير هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري. وثالثا الشاهنية أيضا تأتي من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. رابعا تأتي الشاهنية من هجن الرياسة والتضمير راشد بن محمد بالسم المنصوري. وخامسا الشاهنية من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا الانطلاق الكبير، هنا التحدي المثير، هنا المنافسة الشيقة التي تأتي في تحديات هذا المسار الجميل. الله الله الله، شعار الرياسة وهجنها وهذه الأسماء الكبيرة التي يا ما صالت وجالت في عالم سباقات الهجن تتقدم أيضا بتحدياتها الكبيرة. ولكن المركز السادس تصل هناك نبراسة وتتقدم بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي أيضا في عملية التضمير. بينما سابع المراكز تأتي الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الثامن تصل في هذه اللحظات هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي. والتاسع المراكز مع جبارة من هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. هنا من ينطلق في هذا التحدي الكبير، في هذا التحدي الجميل. هناك عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة. هناك بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط من يتقدم، من يتحرك هناك على المركز الأول، من بدأ المنافسة الجميلة. أيضا الشاهنية تأتي على صدارة الشوط، الشاهنية على المركز الأول. هناك من هجن الرياسة ويضمر الشاهنية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري هو من يتقدم بالمركز الأول ويتقدم بصدارة
المباراة الأولى لياتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك تاتي على المركز الثاني. هناك ثاني المراكز الشاهنية تأتي في هذه اللحظات الجميلة، تأتي بهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة هنا بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث الشاهنية تتقدم الشاهنية على المركز الثالث. هناك من هجن الرئاسة ويقدمها راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الرابع رابع المراكز تتقدم فيه الشاهنية من هجن الرئاسة ويقدمها ايضا في عملية التضمير والتدريب راشد بن محمد بسم المنصوري، بينما المركز الخامس خامس المراكز الشاهنية من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وسادس المراكز نبراسة لسمو الشخصية بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير، بينما المركز السابع تتقدم الشاهنية من هجن الرئاسة ويقدمها في التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثامن تاتينا وتنطلق جبارة أو هملولة من هجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي، وتاسعا تصل جبارة أيضا من هجن الرئاسة ويقدمها محمد هناك علي بن ميل الوهيبي في هذه التحديات الرائعة والممتازة بهذا الانطلاق الكبير. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى صدارة الشوط، عودتنا إلى التحديات الجميلة، التحديات الرائعة على صدارة هذا الشوط مع وصولنا إلى جسر العبور، إلى جسر العبور يا متابعين. ولكن المركز الأول، ولكن صدارة المقدمة تأتي مع الشاهنية، تتقدم مع الشاهنية اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة الأولى، اللي على مقدمة هذا الشوط من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتقدم برفقة هذا الشعار، بينما المركز الثاني الشاهنية الشاهنية تأتي على المركز الثاني وتتقدم من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث الشاهنية تأتينا من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الرابع تتقدم على رابع المراكز الشاهنية من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بسم المنصوري. وصلت نبراسة، تقدمت من هنا بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن تجاوزت الشاهنية وتقدمت في هذه اللحظات من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتجاوز بالشاهنية ويدفع بشاهنية أخرى في هذا التحدي الجميل، ووصول ايضا على المركز السابع هناك الثامن مع هنا انطلاقة هملولة المتقدمة من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، وكذلك وصلت وتحركت جبارة من هجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، نتابع صدارة الشوط، نتابع مقدمات التحدي، نتابع الأحداث الجميلة، الأحداث الرائعة والرأى الممتازة مع مقدمة هذا الشوط. من تتقدم أيضا؟ تتقدم الشاهنية وهناك تتحول إلى صدارة الشوط الشاهنية من هجن الرئاسة بالمركز الأول، الشاهنية من هجن الرئاسة بالمركز الثاني، الشاهنية من هجن الرئاسة بالمركز الثالث، ومع هنا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ثلاثية مميزة رائعة جميلة. وصلت نبراسة على المركز الرابع، هنا نبراسة بشعار سمو الشخصية بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. الله الله، اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، بدأت القوة، بدأت الإثارة الكبيرة. إذن الشاهنية على المركز الأول، وبدأ هنا التبديل على صدارة هذا الشوط من الشاهنية من هجن الرئاسة
مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن نبراسة هنا تتجاوز في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان السعيد بن مبارك الوهيبي، يأتي على المركز الثالث. هنا بدأ الصراع الكبير وبدأت القوة المثيرة مع تحديات الأصالة الرائعة والممتازة. إذا نبراسة هي على المركز الأول حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن بدأت الشاهنية من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بدأ المجازف بالمجازفة وبدأ التحدي على المركز الثاني والثالث والرابع. هي رئاسية مميزة رائعة تتزين باللون الأحمر المطرز باللون الأزرق، لون البحار ولون العشق والجمال. إذا نبراسة على الصدارة، بدأت هنا تقدم لنا عرض جميل. نبراسة على الصدارة على المركز الأول على مقدمة هذا التحدي. نبشي عاصم الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان السعيد بن مبارك الوهيبي، من يقدم لنا نبراسة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، تحركت الشانية من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المنافسة القوية والتحديات الكبيرة مع المسار الأخير. إذن الشاهنية تقير إلى الصدارة، الشاهنية تقير إلى المركز الأول. تقدم لنا عرض جميل من عروض الرئاسة وهجنها. إذن الشاهنية على المركز الأول على الصدارة الأولى. هناك تطير في سماء الإبداع، تقلع في سماء التحدي. سلام الرئاسة، سلام هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الفوز ولحظات الوصول ثاني والناموس المركز الثاني نبراسة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي، ثالثا وصلت الشانية من هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، رابع المراكز الشانية من هجن الرئاسة، والخامس المراكز الشانية من هجن الرئاسة. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، شهدنا التحدي الجميل والإثارة الرائعة من هذه الشعارات الجميلة، حيث كانت الشانية من هجن الرئاسة برفقة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري هي من اقتنصت هذا الشوط. تهانينا والناموس. إذن التوقيت الزمني 13 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية هو توقيت الشاهنية من هجن الرئاسة بقيادة محمد العتيق بن زيتون المهيري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نبراسة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة سعيد بن مبارك الوهيبي، وتوقيت الزمني 13 دقيقة 24 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث فوصلت فيه الشاهنية من هجن الرئاسة مع محمد العتيق بن زيتون المهيري، وتوقيت الزمني 13 دقيقة 27 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، والكلمة مع حمدان اليحافي. شكرا راشد الزلعي. مشاهدين الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا الثاني عشر للقعدان الثنائي المحلية.